صباحكم خير ونور وسرور من هالمكان الفنان اللي يجيب السرور، المكان الغاوي الفيو الزين عند شو اسمه عند ابراهيم توفيق غير بلاته ويا من حظ انا يعني البحر، بس هو يا بحر وحوض المراد. امس في نفس هالوقت ملقمه الدله لين الحين ضو، والله حارة ضو، تتوهي الدلة. تقول ما قلت لكم زين زين، هذا يوم يقول لك ولايتي، يوم يطرون لولايتي يطرون أبوي النوع هذا من الدلال، ما اختاروا الأبوليين وعاملوها الدلة هاي من النوع هذا الماركة هاي إلا هي ولايتي بالقو، يوم يقول لك المكينة هذه ولايتية أو الخدمة ولايتية، لأن اللي خدمها من الخاطر، فلذلك جاي الخدمة ولايتية. وليه يطرونها يقولون بسم الله هذاك أنا، وليه يطرونها يقول اسم أيها، يقول عنها ولايتية هي الولايتية. وكالعادة البرنامج اليومي من تفوح، تفوح الغوري فاح ما ينتريها لين يجلب من يفوح. أقوى أبوي داخلي فنيالين قهوة، فنيالين قهوة ونخليها أبوي تجلب 5 دقائق 10 دقائق لين مرة تغدي قهوة غير نمونة. القهوة اللي تنحط القياس على حسب الدلة، هاي الدلة من الكبار، فينحط لها فنايل 2 من هالكبار. هذا أولا ناهيك أني أنا أحب القهوة غليظة، هي هو عرض وطلب، القهوة لازمها على نيشان انضويها التقميش. ايوه شفتوا من تقمش القهوة وغدت رقم واحد وريحة تبنت وازمة تفوتخ، بس نشا وسكروا عنها وخلاف حطوا سامانهم اللي هم يبونه. انا مخبركم عن قياسي خاشوقة واحدة قناد اللي هو الهيل وكمل راس مسمار شوي ون 5 أو 6 وشعرتين 3 زعفران، وحدة ما أدري منو هاي لسانها ذراعين، البارحة تقولي هاي شعرتين هاي تولتين، نسيت أنا عيبني قال لي تداني تول، عيبني شيء يوم هو تول ما أحب الشيء بدبت إلا أدب، اليوم ما بلا شعرتين بحط 20 شعرة أدب الحمد لله ديايته غرب اللاتة مرة قمشت وزاهب رقم واحد، بس ضفينا عنها ونخليها لين تصفو تركض وخلاف أبوي تنزل وتهزم أبوي قهوة تضرب في خمرة رأسي قماش قماش ماشي شرات قهوة. لا اسمع الدلال هاي المعروفات وايدين يقولون نحن عرفتن الدلال هاي أدريبهن نحن معروفات الدلال وكلن يعرفن، انا ما اطري لكم العرف، اطري هاي الزينات يوم الواحد بيصير كشته بر ولا بحر ولا بيسافر مكان يعني مكان بارد يعني للقناص للصيد للسيارات الطويله للحجم الكبير، يعني هاي وايد زينات النوع هذا بالدلال انا وايد يوزلي، فلذلك انصح به الناس اللي مغير هاي يسمونهن تايجر تايجر، فالاول يستعملوه للمقانيص لسيارة البحر البر الرحلات الطويلة، فشي وايد زين يعني، فحبيت أنفع به الناس كلها يعني، لكن للبيت ما حد يفضل أنه يستعمل للمنازل وللفلل وللمزار، حال السفرات بتسافر بتلجم. تخيلوا ملقمة متى، والله أنها ملقمة أمس مثل هالوقت وغادي حين وشبيت القهوة اللي فيها، ولأنها ضو جهنم جهنم الدلة ولا بردت أبداً، سبحانك يا رب. هاي يوم يقولك الخدمة الولايتية، هاي الخدمة الولايتية. يلا برايكم الله يحفظكم من عقب تعديل وتزين وتجحيل وغادي تهنمونه، هذا كل ترميم لا حول لا يصلح النجار ما أفسده الدهر، لكن شو بسوي ترى المتعلج ولا الطايح، المتعلج ولا الطايح، ترى هذا أبوي عايض وهذا إبراهيم تبارك رتحيدوني شغلتها ما ودرها التليفون شفتوا الدودو الديد
ما يودر التليفون. والله اني توني متواجع وياه ساعة تم ينبي يتنافض من كثر الزعيم. حاطنا عثمان يا ابو محمد. وحاط انك عثى الحمد لله الناس كله شافك الحين. على ابو شافوا الاهلي هذا. وي هذا وي. شربتني استخدمه؟ لا. الا بعد الظن اثم حرام. في ذمة عايض ان شاء الله، في ذمة عايض. امين ان شاء الله. ها شو رقاتكم؟ شو رقاتكم؟ ايه ابراهيم شو رقاتكم في مسكت؟ هو مسكت حبتين والله. هو مسكت خفيف. ذكرني نفس فندق شو اسمه؟ فرزاتشي. هي. هدوء تام ما تحس. شوف انت ما اقول عنك شيء. شوف الجماعة ما شاء الله ضاغين. ان شاء الله نكون نرون الحق عليهم. ضغوة عندهم. هل هي ضغوة حرية؟ عومة؟ ولا شو ضاغين؟ الله اعلم بهم. انا ما اشوف شيء يتعافد. لو شيء يتعافد بتعرف انه خبار ولا قباب ولا سمك تنعود، لكن اظني الله اعلم. لكن اتوقع انه بنسير، لابد من سيرتنا لهم بنسير، لازم بنسير نطالع ابوي شو ضاغين ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين. ضاغين شيء في خير، اشوف سوده في غزلهم. العلم عند الله، نحب نسير بنطالع. يميز عمان دون عن غيرها، تحس كانك جالس طالع جنرال جيغرافيك. هذا الأحداث كل شيء حي قدامك، شهر عشيرة طبيعة صيد سمك بر بحر طهف بريح ربيع شير كله تشوفه قدامك. طبيعي جنرال جيغرافيك شو اسمه حي ما الحيوانات جنرال جيغرافيك ها جرافيك لايف قال تلقط مكان مال صيد مكان مال حيوان مكان كل شيء كل شيء تشوفه تلقطه قدامك كل شيء مميز تلقطه قدامك. وها باب بتتفره بترم تظهر باب والله ما كنت ادري بالباب اللي حطيت يدي وياي يربع الباب. ها طبيعي ها حد يشتغل حد يركض وحد حد يعدل. تحس عمان كلها تبارك الرحمن مثل خليه النحل. تقول خليه نحل بلاد خليه نحل تبارك الرحمن بلد تحس كل إنسان فيها يداري على مصلحته يبقى الخير لها يبقى لوحة قرطاسة طايحة روحه يشلها ما يقول هذا عامل بلدية هو بيشل شافك مضيع روحه مشي يربع يوصف لك الدرب يقول لك هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان سر شرق وسر غرب. ما مستحيل تلقط إنسان يشوفك متغلج إلا روحه يوجف روحه الشيء ملوث هي ملولية والعادات والتقاليد كانوا وما زالوا الشعب العماني متمسك فيها. يا الله يا رب تحفظه من شعب وتدوم عليهم نعمة الأمن والأمان وتحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين وتحفظ حكامنا وتحفظ شعوبنا من كل شر وضر يا رب العالمين. ذوق الحمد لله الأخ عايض في انتقاء الفندق هذا لقد أصبت الهدف. إيه عايض ما شاء الله صاب الهدف في انتقاء الفندق. فندق مميز فوق عن الزين، لكن انا ما رمت اسوي مش قضيه ما رمت ما لي اي صفه اني اسير اسوي صولات ويولات في الفندق كله. اللي مميز اللي يميز الفندق كل اللي يشتغلون في الفندق اغلبيه ما يقارب فوق عن 70% كلها كوادر عمانيه شابه مجتهده دارسه مثقفه دارسين في كل شيء، فلذلك حصلوا لهم وظائف في الفنادق بمرتبات عالية، فلذلك تلقط جودة الفندق زادت 10 أضعاف عن الجودة في بلاده البلد المنشأ بلد الأم. فلذلك الحمد لله عمان حريصة أن يكون الأيدي يشتغلون والإدارة من أكبر رأس إلى أصغر رأس عماني بطن وظهر، فهذا شيء جميل شيء جميل يعني روح شيء ممتع تبارك الرحمن. يا الله يا رب انه لا تغير عليهم الا الى الاحسن. نحن الحين الله يحفظكم نازلين تريج بوفيهم يجنن، لكن انا ما لي يعني اللي اقصده ما يخصني في اني اسير اصور ما اصور، لان جاي روحي انا مش جاي باستضافه الفندق حق اسوي اظهر كل كبيره وصغيره او اظهر كل الخدمات لي. لكن عن الحلال والحرام الفندق من اروع ما يكون. وشكرا لك يا استاذ عايض على هالمكان المميز. المكان مميز والفندق مميز والخدمه مميزه، لكن اني انا اسوي تغطيه للفندق ما ارم لاني ما عندي صلاحيه ما عندي صلاحيه اني اسير
يعني مش جاي انا حق الفندق، انا جاي بستضيفني عايض، وهناك مستضيفين جماعة حين من نسير عليهم بتعرفون شو الموضوع في الصورة العفية. هاي واحدة من البنات ما شاء الله عليها بنت مجتهدة، مازين الدليل انها عماني، وزيها والحشمة والسلام، ويوم تشوفها ترحب. شو اسمك؟ صفاء. صفاء من وين انت؟ من سلطنة. هي لك هم شي بلادك؟ السوي. وين في السوي؟ أدريبها وين؟ في أي حلة أي حارة؟ في الخضرة. الخضرة يا السعد ولا يا البريك؟ أيوة سعد. يا رجل الله محروزة. الله يحافظك مني في داعة الرحمة. صفاء سمعيني؟ أيوة. أقول لك أنت دارسة الشغلة هاي ولا شو؟ لا لا دارسة. شو المعهد ما تمشي اسمه؟ معهد الضيافة. وتتخرجون منه كل شيء تعرفون؟ أيوة. ما في مختلط وقت الدراسة ولا البنات روحهم الشباب روحهم؟ لا مختلط. كل شيء تطلعون يدرسون كمال مال المطعم أو خدمة الغرف فوق ولا شو ولا كل شيء؟ كامل يدرسون على حسب التخصص اللي ماخذينه. أنت شو التخصص؟ ويتر. وتاخذين شهادة تشتغلين في أي بلد؟ أيوة أي مكان. ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك. آمين. يبارك فيك. أنا وايد مسرور إني شفت وحدة ما شاء الله عليها بهاللبابة. شكرا. الله ييسر أمورك ويحفظك. يسد أبوي أنت عروقة من السويق ومن خضرة يا سعد. يا سلام. شكرا. يا الله يا الله يا بلادكم بلاد فنانة. شكرا. الله يحفظك. كل يقول ما زخت تليفون. أقول كل تقول ما زخت تليفون. أقولكم وسواقة عايض شفت اللي يسوق طراد؟ والله العظيم وقت اني يسوق طراد والله الشرف. العظيم يعني أول مرة أسوق أنا؟ ما بوعت مستويت السوق الحمد لله. لك دقدق هالبريكات شو؟ أنا ما ها وهذا شو؟ عاد كثر بريكاتك؟ كل عاد سواقتي سواقة شواب. لك والله العظيم يا أبوكم تو متعلق وتشلبح في ستيرنج التحراب يطير أنا يا غير سواقة مرزوق بن محمد بن سيف يوم يسوق الحارث طراد ماله هالنمون سواقة عايض في الستيشن شرى في النيسان. لا والله بيصدقوا الناس بيصدقوا كلام الصدق والله. ابراهيم انت بتشهد وراس انا اقول الصدق والله. ابراهيم راس امك تقول الصدق. نعم والله والله صدق. ها شوف البريكات لازم يتطلب بريكات يا ابو محمد. شو يتطلب بريكات؟ امس ساق ابن ابراهيم ما شاء الله عليه من ظهرنا من دبي من ابو ظبي لين وصلنا من البريمي يتطلب بريكات. الله يسلمك. لا ابوي اصفط على اليمين طال عمرك من اول ما تعال ابو خليل غير عنكم. اي لا والله اي لا ابراهيم سواقك ما حد يسوق شراته ما شاء الله عليك والله والله انه صدق والله قسم لا 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 شوي غمضت عيونه. ما شاء الله عليك يا ابراهيم. لا دخيل والديك عايض؟ ها؟ من حبت لفي سابه يمين؟ لا سيدي من سيدي من ابوي من تغج من ورا الجسر هذا؟ اي باركنج على اليمين وقف. لا 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 خلالك خلالك عيونك توقف. انا ما بيلس ابوي بالطرب بيلس في رعب لين وصل حش علي. راس امك يا ابو هاش طاطا في ذمتكم طاعي وين ها؟ يمشي على الخط هذا الخط يا يكون على يمينك يا على يسارك تمشي في النصيفك يا مرحبا وراس امك عايض تصل على اليمين. الله لك عيونك. لا والله العمر ابوي مب العمر الله يحفظكم مبعود جت العمر مبعود جت كل من يزيت نبت العمر مبعود جت كل من يزيت نبت. ولا ابوي لا ابو يلجح ولا من تحيط ما راس مداهم بيتنا انا لا ابو يلجح ولا ام من تحيط خلاص الله يرحمهم. حش لا 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 الدخيل والديك ابوي وقف حش سايقين على الشر يا هلا ساقوها على الدابة ردت في سربها. أنا يا بابا أعطيه سوق ولا لا لا مالك طال عمرك أكرمتنا وحشمتنا وعزمتنا ييناك من دار لين ديره لكن لين لين قيس التضحيب النفس ليس قبول. راحتي وقرة عيني أحسن من لبس الحريري. لا والله اللي تشوفون كل داماس هذا اللي عالي اللي على اليمين الحين بديل الداماس شو يحطون الأشوك اللي زارع عايض منهن. وانا الحين وانا امشي شفت شير اشوك متعظم شيرت الاشوك شفتوا شيرت الارز شراتها لك على اضعف فوق تصك في كبد السماء شفتوا قلم البنسل شرات قلم البنسل تغدي
وفنان ما شجره تشيره مصورينها عده كل بيت مسوين سياج اشوف على اساس اني بصور وخاداني بخبركم السواقه اللي تزيق العقل. وين تروح؟ وين طير العقل؟ لا والله العظيم اني صدق ارمس السوق من 30 سنه وان شاء الله من 70 ان شاء الله ما شباس ابدا. يا سلام بلاعي ريورك هاليسرى شوي كل قال يسرى شوي تطلع يا انك داعم. لا والله ابدا حشر الله ما شاء والله نعم سياره سقط ما شاء سبحان الله قوله مصدق نعم سوى عمليه في الركبه في الريول اليسرى اي نعم سوى عمليه عمليتين نسوي هذه انت زادك ابوي عفوان الله لا لا صوت صوت ابوي صوت ترى مسوي عمليات ركبها يا عثره ترى محمد استحمل لين خلص السنه يا خالد بعد انت غالي عندنا بعد والفلاحي غالي يسلم عليك وهذا طار وزبون ما عزمنا على ما عزمتنا على مسقط مسقط ها تنسرنا وياك ارفع شوي التليفون يطلع اوكي زين ما هان علي ما صور لكم هالمنظر الفنان هاي حمارة موصل حمارة موصل مرة تصبح تمسي يا زيت لي تي أصورها ما شفت حمارة موصل شفت حمارة والد هي لكن حمارة موصل ما شفت أول مرة بحياتي خطفنا على موقع لازم بصور لكم إياه نحن وين الحين في الطريق شو اسمها الطريق هذا طال عمرك طريق قريات العامرات ها طريق قريات العامرات هذا ونحن خطفنا على مبنى وراواني اياه عايض لكن تأبى المروءة اني ما اصور لكم اياه ضروري ضروري على كل حال نحن يا عيال حلال هذاك طريقنا الرسمي خريت من الشارع هذا كبره مخصوص اللي عسب اني ارويكم الشيء هذا مستشفى المسرة هذا عاد اسمه مستشفى المسرة مستشفى المسرة هذا الله يحفظكم مال اللي قاصره ربيته يقولوا ربيت قاصرة يبونه هني لين يغدي بخير وردوا عند أهله وجليل اللي يغدي بخير من يدخل همسة استغفر الله العظيم إيه هاي أبوي مستشفى الله يحفظكم الله شو مستشفى؟ مستشفى المسرة وزي شو ماله هو؟ هذا مال الأمراض النفسية والناس اللي عندهم حالات يعني لم ينن لم ينن يعني الحالات النفسيه اكثر شيء يعني ما بمينن ما نقدر نقول ليش ها ابراهيم ما مخبر ابوي استغفر الله العظيم تعال على الكهف ابراهيم شو ماله الله يشفيهم كلهم من امين اي والله انا ما يقصرهم خط طايح من خط مشكله لين توصل صول لين توصل صلاله شوارع ما شاء الله طارين لي بال طر شرق وغرب هاي كلها تسوق مدن وقرى يا ربي اداد لها هالميزانيه نعم اداد لها هالميزانيه انها بتروم تبد وبتروم تسد انا ابو دايم شديد اداد لها ابو اداد لها هالميزانيه بتغطي هالرقع كلها سيوح يبال يزر شرق غرب من صلالة لين بسندم أنا أبو دايم شديد لا والله يزاهم الله خير زين منهم يا أبوكم زين منهم هذا سد وادي ضيقة تعيدون هاك الأيام يا مان ياها طوفان يسمونه جونو تريدونه غرجت البلاد وهيك البيوت كانت كلها بويه مبنايه تحت وين 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 الوديان والله لك الحمد يزاهم الله خير القائمين على هالمشروع والله يحفظها من دار ان امروا وشلوا وبوي بنوا هالفله اللي تشوفونهن الاف مؤلفه بدال بيوت تملي غرجت في لمح البصر شركه غمض برج وسوت هاك الفريج اللي تشوفونه كله كامل هاك تشوفون البياضه هيج بيوت تغني يا ليل شي دورين وشي ثلاثه شي يعرف وشي ما يعرف بنا وابوي عدلوا لان ياهم وادي ونشوا عقب ابوي وبنوا لهم الوادي هذاك الوقت نش وقام ترى
موت عند موت لك فرج لي. يوم يستوي خراب في مكان تنتفع مصالح شو مصائب عند مصائب قوم عند قوم فوائده. يوم يأت الطهفات وغرجة البيوت ارتفع سوق الكربانات. الكربان الأول اللي تنباع بمئة درهم باعوها بعشر آلاف درهم. هذا حين نحن غربك الله يا جوجل حتى سد ضيقة الدلة. هي فسكر أبوي هلب الفرجان هكلها بكربانات بكربانات. إن الشو ذهبوا لهم أبوي البيوت هاللي تونا صورنا لكم إياه. من ذهبة البيوت تحولوا واشتغلت الشركات ليل بنهار ليل بنهار. كلنا خدام تشل برمة هالريال منا والحرمة. كلنا خدام تشل برمة هالريال لين نشوف ذهب المشروع. وفكوا العرب وتحولوا في عاش البيوت اللي عليها رضوان من الله. شفتوا هذا هذا اللي قاعده وانه ويانا حين شوف قاعد تشرح محمد. يا رك الله يا رك الله. وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه سد وادي ضيقة مسوين للسد بوابة ومدخل كأنك داخل قصر. شوف الاهتمام لأي درجة. شوف الاهتمام. يوم أقولكم عمان إذا تسوي شيء شو الوصف المصري إن عشقت عشق أمر وإن سرقت سرق جمل. عيبك شيء تسوي الشيء الزين ولا لا تسوي. هذا هذه عمان اهتمام قوي 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 ملفت للنظر. مسوي الاستراحات لكن الحين المنظر انا ما اريد اصور الحين الجدل شيء اللي يسلب العقول. الحين برويكم الشيء اللي زيغ العقل يا ابوكم. هاي البلاد اللي هي ضيقه اتوقع والسد مسمينه على هاي البلاد. هاي المدينه مسماي على هاي البلاد. وهاي اللي تشوفونها نخيلهم. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف ما شاء الله نخيل بلاد جميلة جميلة. هذه ضيقة وحين بنرويكم سدها. هذه ضيقة وسد وادي ضيقة حين بنرويكم إياه إن شاء الله. هذا المدخل اللي تونا دخلنا منه. هذا على ما تشوفون هذا المدخل صورة جلالة السلطان. وهذا على ما تشوف أول ما تدخل يجيك مقسمها هالنمونة مقسم يسمونه ولا مجسم مش مجسم. هذا منظر الوادي. هذا السد كامل استوى. هذا المبنى اللي نحن فيه حينه. هذا الحين نحن قلناه يفتحوا لنا الباب مال البري. هذا شيء منظر يخليك تشوف الدنيا هاي كلها. وهالدنيا هذه قدامنا. سبحانك يا رب. هاي الأشياء الأول تهدر. منظر خرافي. يوم يقول في المنظر الخرافي هذا هو المنظر الخرافي. وصلنا أبوي عند الجماعة عند هالريال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك الله يحفظك. الحمد لله. كيف أنت؟ الحمد لله. نحن في وين الحين؟ الحين في سد وادي ضيقة. نحن وين مكان نحن وين واقفين نحن؟ حاليا نحن هنا في المبنى الإداري. هذا هو هذا مبنى الزوار. نعم نعم نعم. زين وهذا كله هو السد. هو نعم هو السد والتضاريس والجبال والمقر وين يجي المياه. سبحان الله. نعم. سبحان الله. وهاي الأول قبل السد كان كلها تهدر كل يروح البحر. كل يروح البحر. سبحان الله. حاليا استفدنا منه. الله. شو هاللي تولي صبتكم إياه الزراعة اللي وراء النخيل. شو هني يوم ينسخون على الوادي السد صار يغذي النخيل. هاي الأول الأول ما يخطف الوادي خطف ودي وحدة من حول لنحول ولا يوم تيل أمطار. حاليا من السد أي وقت يقدرون يستفيدون من المنسوب المياه المرتفع تبارك الرحمن. محيط محيط غدالهم. ها هذا الفيضان يوم ياهم. ها في 2010 ها؟ ايه صار فت. هذا فت صار فت. 2010 وأونو متى يهو؟ 2007 قبله. شوف شو ها شو ايش قايل؟ ما كان جاهز. بعد ما كان ذاهب السد. شو هالنخيل؟ سبحانك يا رب. التصوير اللي قبل شوي كان داخل وحين ظهرنا لكم خارج. شوف على ما تشوفون هذا ابو سد وادي ضيقه. ها وهذا المجرى الاساسي وين هذاك؟ هذاك المصب الاساسي. والحين هذا موقع تم اختيار على اساس 110 وادي اللي
110 وادي صف 110 وادي صف في هذا المجرى من ديمو طاين الشرقيه كل الوديان تصب في هذا المجرى واحد. سبحان الله سبحان الله. الموقع تم تخصيص لوزاره السياحه هذا المقابل يمكن الحين ايش بيسووا فيه هذا؟ والله لا زال يعني في خطه الدراسه على اساس شيء جميل جميل بدون قياس. يا سلام سلم يا سلام سلم. يا الله شباب يزاهم الله خير. هذا الرجال شو اسمك ابويا؟ اسمه حمير الريامي. حمير والله مليون والنعم. انت ابويا احمد الشنوي؟ والله مليار والنعم. هالرجال فنان. نعم. هالزقرتي هالزقرتي هالرجال منو؟ الحكم الدولي ابو ملاك. يا سلام ابو ملاك عيني عليك بارده. الله يحفظه ابو ملاك. ترى خلانا نرمس نحن من ينا وهو يرمس ويا ابراهيم توفيق ساعتين قر 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 قر. وين التعارف انت ويا حين هالرجال؟ شو عرفكم؟ ما شاء الله عليك. الا وين شايف انك وين اخر مره متلاجين؟ شو بقول لكم امور امور. المهم جزاهم الله خير. مكان يستاهل الييه ومكان يرزى ويستاهل ان الواحد يجي ويعني له. موقع مميز متعوب عليه شيء الواحد يتشرف انه يوصل هالمكان. مشروع مبذول فيه اعتقد صار فيه عليه مليارات مش ملايين مليارات لكنه ما بخساره وفي حله وفي مكانه. طالع عمر ان شاء الله من امر بهالخدمه. هذا ابوي المنظر من فوق مره ثانيه بنصب لكم اياه ها على ما تشوفون. ايوه هاي في الهنتين الضيافه هاي يعني يا حد من الكمبنيه من هل من الكمبنيه يعني ولا من هل بالدولي يعني الناس ضيوف كبار ولا شياته ولا اللي مثلنا وشاروانا يوهني ها هالمكان روح يبوك يخق على الاولي والتالي. هذاك عاد حق الفيمس مره اللي يتشحلون الضحى ببره. ها شوف المكان وهاي البلاد اللي تونا صورناها لكم. يا الله يتحفظ دارنا ودار المسلمين اجمعين. يلا اكرمكم الله مشكورين طال عماركم الله يحفظكم شكرا. يي بعد يا عثرتنا بعد تلفونات وما ادري شو وبطايق. يا رب اسميك يا ابراهيم اسميك. لا تظلمني. لا الحمد لله الحمد لله اني اصورك والله العظيم على الهواء مباشر. نحن سيرتنا كلها تمشيه. نحن ما بسايرين نوصل خط ونرد. نحن نتمشى ونتكشف فلذلك نمشي على دوبنا والجماعه يترون نحينا على الغداء. بنوصل ان شاء الله بنتغدى بنصور لكم صور وما حاش حوشه. حاليا نحن في الدرب. الشارع هذا يا ابوكم كم مشينا فيه كم مشينا فيه؟ ترى المسافه كم كيلو عايض؟ ما اعرفها بالضبط تقريبا يعني ساعتين؟ لا ساعه ونص. ساعه ونص ترى من مسكت لين البلاد هاي ساعه ونص. لكن نحن نمشي موجف ونسولف بترول وصلاه ونظافه والاضافه يعني الوقت. خطفنا السد اللي خبرناكم عنه يعني ياخذ وقت. الدنيا والله كلها فرجه فرجه. اذا تشيرني المنظر هذا ونحن ظاهرين من المطار سايرين كيب تاون. كيب تاون اتي سلسله جبال مثل ما تشوفون وتحتها البحر مالها تحتها البحر طول الدرب. لكن سلسلة ليبال هاي عبارة عن قرى ومدن وكلها ثلوج وكلها خضار هني لأن الجو الخليج يختلف عن جو كيب تاون في جنوب أفريقيا. فنفس الشيء ونفس المنظر نفس طريقة الهلال ليبال سلسلة بال شرات الهلال والبحر سافليهن على ما تشوفون أسفلهن يدور البحر هالنمونة. سبحانك يا رب كل زين وكل فنان وكل غاوي فضل من الله سبحانه وتعالى. يا الله يا رب تحفظها بالدار تحفظ دار المسلمين أجمعين. هذه مشارف صور العفية هذه مشارف صور العفية وصلناها وصلناك يا صور وصلناك ما بغينا نوصل. ما لي عد بها صور يا جماعة الخير. أول ما تجبل أبوي على صور يجيك هذا مشروع الغاز هذا أول ما تجبل عليه كنت يا صور هذا قوضة صور قوضة وصور دام. الحين يا وقت تزقريته بنسي عندك هو أنا قايل لك تلبس البس فرك خلاص هذه السفرة جاهزة. وهلا شو هلا تلايمة أكل همباي وعان إيش والله أني قايل لك تزهر وإني نزلت وتلبس حق بندخل عند بيت العرب ويوميته لأني هاس مصنبة لا حول لا قوة إلا بالله. لا قلت شو يصور
يلا خلص عادة. عايز جاهز؟ خلنا نكملها. يلا بعد حين نحن حين في نص البلاد في نص البيوت يعني وين بيوت اللوادب ما بمنطقة تجارية هاي بيوت العرب يعني بيوتهم مرة على البحر حد يمين وحد يسار وراها البيوت البحر ها إن شاء الله يطهر بني يا ربي هي شفتوا البحر هناك كلها بيوت بيوت لوادب كلها تكاليف صحار أول ما تيها طريق البحر سيدة يمين يسار زين تدخل أبوي على يمينك المزارع وعلى يسارك البيوت ورا البيوت البحر هالنمونة صور أول ما تيها حين والحين سايرين بلاد والله بلاد طول بلاد ترى عودة صور ما تنقصها ما تنقصها فيها ملايين اللوادب فيها ويميع الحرف ويميع الفنادق ويميع الفرجان شيء شرق وشيء غرب ناهيك عن جزرة ها روح حد بلاد صور روحها بلاد الشرقية صور بلاد روح شو كارفورها ودنياها علمها وبرورها وبحورها ومحمياتها الطبيعية بلاد ما ينقصها أولها من آخرها في الحجم تزيد عن حجم مدينة الدمام تزيد عن مدينة الدمام حجمها صور أكبر عن الدمام شوف عن الدمام من الحسلين القطيفين تاروت لين رحيم لين هاي الدنيا كلها بوي سيهات ام الساهل شعناك دارين راس تنورة بالجبير عدو غلط بعدها صور اكبر معلومات عن مدينة صور عن صور تقدروا تدخلوا الانترنت تعرفوا كل شيء عن صور انما انا بجلس ايلس اشرح عن مدينة بلاد بلاد قائمة من آلاف السنين بجلس اعد شو فيها شو ما فيها ماروم اسكنت تخلو جيوغرافيك بتعرفون كل شيء ولا على وين تبون هي نعم حسارين ابوي عندكم الرجال هذا تغدى وخلاف عاد بخبركم بالجدول بالبرنامج بنشوف اللي الله كاتب لنا ونصوره بنشوف علمه وخبره والجماعه ما شاء الله تبارك بعد مع ريح الهوى مسافر يا الله اي والله انت بقولنا الرجال هذا يتلقف لنا هذا ريال الشيخ ناصر هذا منوها الشيخ ناصر الغيلاني هذا الشيخ ناصر الغيلاني ظاهر لنا ابوي يتلقف لنا وحين هو قدام ونحن ورا وين سايرين حمادي حمد وين سايرين تغدى نحن مع الاخ حمد العريمي ابو كشه اسمه حمد العريمي اي نعم ولا مع العريمي ابو كشه طيب لبو قدم قوم ابو كشه اي نعم ونحن سايرين ابوي الحين غدانا عندهم صديق صاحب مده طويله تديوني ابو ظبي اكثر عن مره يعني هاي أول مرة هنأيهم إينا فريجهم هذا المكان اللي تونا كنا نمشي فيه حين هذا المدخل هذا بيكم بيتهم بيت حمد هنا هذا بيت حمد هنا هذا بيتكم حمد نعم الحين نحن وصلنا بيت حمد حمد بن يمعة العريمي بوكشة نعم. اللي هو هذا هذا رجال نحن جايين ابوي في تغدى عندها رجال نعم هي هذا نحن جايين غدانا عنده نعم وهذا الرجال من وحينه هذا الشيخ جهاد العريمي والله مليون والنعم نعم نعم, نعم. 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 هذا ونحن الحين جالسين في بيت هذا الرجال نعم. هذا اليوم بيديه وهذا الرجال من الشيخ ناصر ابو خميس الغيلاني والله مليون والنعم نعم. اليوم والنعم وحط ابوي غدانا وان شاء الله بعد ما يمتسع شرات البارحه وهذا الاخ ابراهيم بن توفيج الظاهري من مدينه العيد مالك زود ابو الله يحفظك يبارك فيك وهذا نسيبهم الرجال هذا الرجال نسيب قوم حمد حمد هنا ترى عند عندها الصور وعندها الصور الله يحفظكم حمد يدلعونه حمادي وعبد الله عبود وعبد الله عبود وناصر شو؟ ناصور وخميس من خمياس؟ خموس خميس يعني خموس ما بعيب الفرق هي ما بتصغير الأسامي لا لا بس هكذا يعني ما بتصغير شو صار؟ ها؟ يوم صغار من يوم هم صغار هنموني لا من كبروا لا والله يوم كبروا من يتزوج ولا وكان ما تزوج كمل 40 سنة بلي زواج يتم عبود لا ما يتم عبود ها؟ يتم اسمه عبد الله ايوه الله يحفظك والله مليون النعم فيكم كلكم يا لومنا فيك يا ابو يمعي لسعاد قر
قر طال عمرك يلس بارك الله فيك. خيرات الله خيرات الله الحمد لله. أبوي نحن خلاف خلاف أبوي عقب ال... يا أبوي معيلس بارك الله فيك يلس لا خلينا منك يا أبوي معه أبوي معه يلس لا خلينا منك يلس بارك الله فيك. شيخ جهاد كيف حالك الله يحفظك كيف أنت الله يبارك فيك يا مرحبا بالشيخ يا مرحبا يا مرحبا الحمد لله ييناك في هالوقت الطيب نحفرحنا بهاليية وياسين انت رياها انت رياها من زمان هاليية ييدكم تشريف وعزة لا خلينا منكم يا الله الله يحفظك يحفظك من تحب وتود امين ونحن تبارك علينا ابوي هالريال الطيب عاير لو ما بعاير ما وصلنا هالبلاد اي نعم لكن الله يحفظك مشكلة عاير انتو طرشتوا للوكيشن واللوكيشن يوم يطالع بعين اليمنى صابة ولكن يوم هي على العين اليسرى هاي ميزان مختلف يا ابوك يضيعنا ولا نحن الصبح بنوصلكم لكن ما شاء الله على عايبي على الله يحفظه ما شاء الله عليه يعني راعي طويلة احنا نقول كل تأخير بأخير الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيه حافظك ان شاء الله الله يسلمك مرينا كم مكان عجبك سدوة فايدة السد حين اللي استوى شوف هاد المنطقة هاي اللي نحن فيها اللي هي شو اسمه السد اللي هنا السد وادي ضيق شو الأول شو كانت الأرض؟ الأول محل كان لكن السد يحفظ المياه حتى لو تيم أمطار ما يستوي يروح البحر ويتم يعني الماي حلو الفترة وبعدين يمحل مرة لكن السد حافظ علي أن كمية المياه الجوفية تزداد وحاليا استفادت المزارع اللي هناك حسبتي حاليا سوى الدنيا خضراء الدنيا هناك مرة هي والله سبحانه طيب. عبت تغلى الراضي تغلى غالي من اول غالي على الهلهل غالي الهلهل الله يحفظها ان شاء الله من ذا الله يسلمك والله معلوماتك يا طيب انها طيبه ولا ابوي ابو مبارك الله يحفظه هو سالم لا خلينا منه يعني والله ما تسالنا عن شيء اهل مكه ادرى بشعابها انت عمان يا ابوك الابداد وحده لا تسالنا عن الباطنه بجاوبك انا تسالنا عن الباطنه بجاوبك والله يا ابوك لا سالنا لا عن الباطنه ولا عن الحير ما ياب لنا خبر عدل وين علوم الدنيا يا رجل يا رجل يا رجل عجزنا شرق غرب يمين يسار يا الله لا لا والله سوي سوالف ما رأيت بيضة ابو مبارك ها يلا بسم الله هي نعم يلا بسم الله نحن ما بنيلس قبل ما تيلس انت انا يا اول بادي انت غسلت انا قبل شيء وبعده سمعت يوم اقول لكم العيش اللي كل حبة على راسه سمعتوا بالعيش اللي كل حبة على رأسه هذا العيش اللي يطرون هذا قبوليهم قبولي هالصور طباخهم أبوي اللي على حطب ها. الحبة كل حبة على رأسه متضاربة ويا خدتها ظاهرات من يونيتهم وحدة يا غير ظهرن خاري وتفارقن وحين على ما تشوفون كل حبة على رأسه هذا يوم يقول كل حبة على رأسه يطرون الطبخة هذه اللي كل حبة على رأسه بياض الوي ماي كل زين كل زين وكل غاوي كل فنان يا رك الله يا أبوي معه يا محروز محروز بسم الله عليك الرحمن الرحيم حمد هذا شو عاد الحين اللي حاطنا اول بادي هذا شو هو هذا هذه كيكه بالزعفران كيكه بالزعفران وهاي هيك وهذه خبيصه هي وهاي هيك واكله هناك هذه هي ما اعرف شعيريه مش هذه امور امور هي الشيء جديد انا ما احبه خبيصة. الشيخ شو جدولنا اليوم نحن الحين من نظهر من عند حمد بنصلي الظهر والعصر الحين من عقب الصلاة وين بنسير المزرعة. نعم نعم ثلاثة أيام لا حبة شنوبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله انزين إن شاء الله تعالوا تعالوا ها يا أبو كبطون نم الزارة يلا اول شيء خلص الحين يمعه بن حمد بن حمد بن جمعه والنعم وانت حمد اسمك حمد بنت حمد بنت حمد فاطمه فاطمه ها هبه هبه يقولون الدحان انت صحيح الدحانه اخر الانتاج وهاي ابوي اخر انتاج حمد العريمي هاي هالبنيه الله رزقها البنية الجميلة الله يبارك فيها
ويحفظها ان شاء الله. بكشه 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 لازم يعني بكشه لازم يقولون بكشه. حمد صدياي حمد معرس معرس عود انت لو صغير لا عود والله على كبر ترى ابو يلا مرزجنا هالعيال على كبر هذا اكبر عياله 12 لا 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 ها بنيات ايه بنات الله يحفظهن. هبة شو اسمك؟ هبة بالحيل بالقو هبة هبة شو اسمك ابوك حمد اخوانك عديهم من اكبر واحد لين اصغر واحد ابها هي ومها ويمعه هي هي ابها انا اللي عيبني اسم واحدة من بنات مسمنها ابها ايه في السعودية قالوا لنا يوم شافوها في المطار ها المطار العودة هي يوم ماشيين امر الحين صار اثنين هي سارين ابها ولا الحي لا مشين العمرة سارين العمرة واستعيبوا من اسم البنية هي سبحان هي والله ليش سميتها ابها قلت لهم انا سبحان الله الله يبلغك ان شاء الله في ذرية ذريتهم يا رب العالمين ابوي من غداهم جماعة قدينا وعينا من الله خير ظهرنا اول ما تظهر من بيوتهم اتيك ابوي هالسيفه وهالكرنيش وهال هالضيح اللي تشوفونه هذا اظني بحر ركبه كنا هذا بحر ركبه هناك شويه كنا بحر محزم والدنيا كلها قرب على ما تشوفون هاي ابوي كرنيش صور وهالبيوت ابوي على البحر هذا هاي بيوتهم على البحر هاي عند الفريج القديم الفريج الجديد شو اسم الفريج هذا يا حمد؟ ما اعرفه طال عمرك لا اله الا الله اي نعم لا حول ما اعرفه صحيح ابوي لا بلي رضوان من الله ناس اهلها اهلها ناس طيبين وهاي البقعه يسمونها العيجه كنت جايين هنا من الطريق بالطريق الخلفي الحين الجسر هذا تو مسوينه لا وهذه خوره تر تقص البلاد قصتين شيء شرق وشيء غرب خور خور صور هل تشوفون هالبلاد بلاد فنان والله صور كل خشب كل هلنجات كل هلنجات كل هلنجات برويها ودنياها رغم ما يندر شبرة السمك وين شبرة السمك خاطري ست شبرة السمك باهني كلهم فنادق ابوي كلها فنادق الدنيا وين ما تصير عمان ام بغيت فندق 100 نجم شيء فندق بلي بلي يوم بعد شيء خيبة شو بلادهم ما زينة يلا مو ما ودهم يفارجون هالبلاد الزينة كما بالحر اللي هو موت يعني 47 48 45 زين يعني هاي بلادنا وين بتصير وين بنصير عنها وين؟ بس عادة بتموت من الشمس يلا منو ترمس الحين تهل كذا بعد هي يلا هذا حين ميلا الله العظيم هذا ميلس الجماعة لأن احنا يعيين فيه ميلس على ما تشوفوه ميلس فنان يغني عليه طول طول وعرض الأرض تحرى عمرك ساير ابوي فاهم فنان فوق عن الزين تبارك الرحمن صورت انا كذا مساعر كما طلع يظهر التصوير ما ادري شو بلا من التصوير يصير جيد ويظهر من جدول البرنامج زرعه وخيولها وطيورها وما ادري شو اشياء وايده وهالميلس هذا الرئيسي اللي نحب نجلس فيه ميلس بغرفه ودنياه وعلمه وخبره شوف ما شاء الله كل الشيوع يتابعونك ما شاء الله هذا الشيخ ناصر غيلاني شوف ما شاء الله كل الشيوخ هذا البرنامج اللي مسوينه لنا اليوم الاربعاء الوصول الى صور والاقامه في المزرعه في منطقه بلاد سور اللي الحين فيها الغداء بيت الفاضل حمد العريمي العصر 5:30 سفينه فتح الخير زايد كورنيش سور تناول وجبه العشاء في المزرعه مع فنون شعبيه زين والخميس بكره بعد هذا ويوم الجمعه كذا ويوم السبت يوم السبت متى يجين متوكلين على الله ان شاء الله نعم
يا هي مزرعة، يا هو مكان، يا هي استراحة، يا هو موقع، يا أخذ الأقل مزرعة 30 كم شاسم نسيت ريال مزرعة كلها 12 فدان مستقل، فدان واحد فقط اللي فيه السكن هذا ونادي ولعب وميالس وبراحة وما أدري شو وحوص سباحة، فدان واحد والباقي كل نخيل ورمان وعنقور وعنب الخوخ والتين ضاري في الإضافة الخوخ والتين ما أدري شو قايل في البساتين. أيوة شوف أقول لكم شيء بالعظمة، شيء بالعظمة ما شاء الله تبارك الرحمن. ها عندكم ها قوم الطاووس يا سلام سلم تبارك الرحمن كله زين كله فنان كله غاوي. خلاص عاد الصبح نكمل لكم التصوير الحين ماشي وقت بنصير بيروينا فتح الخير. شو ما شاء الله شو ما شاء الله لعب الكوره ما يودهم ابوي لا قيض ولا حر، لا قالوا عندنا سياير بنصير ابوي نياب الشرق وغرب، ولا قالوا ابوي بيودنا ابوي الحروره ياسين ما شاء الله. بسم الله يا سفراتيش قال محتاس قبل عشان تشوف الشباب يلعبون كثر يلعبون شو؟ بيمة؟ لا ها كورة ما شاء الله بلاي فوتبول شو سي هي سي بلاي فوتبول انزين ممكن تحط الحزام؟ نسينا عادة يا ربي البيت انزين زين الحين نحن وين سايرين حمد الحين؟ سايرين لفتح الخير الحين هذه بلاد صور هي هاي بلاد صور البلاد ترى صور صور مدينة كاملة بلاد البلاد كلها بلاد كاملة يسمونها صور الساحل وبلاد صور صور الساحل وبلاد صور المنطقة اللي نحن فيها هاي بلاد صور بلاد صور اسمها الا سفرتي محتاس ما بتعرف يلا وين ساكنين فوق جميم ليبال هناك اعتقد فوق ليبال فوق ليبال الاراضي اغلى ها حمد اغلى اللي فوق ها نحن في وين الحين هالفريج؟ هذه منطقة البطين بلاد صور البطين بلاد صور البطين صباخ اي وهالمسيد منو باننا؟ ايش قال باننا حد يعني؟ ما تعرف منو باننا؟ منو باني المسيد حمد؟ باننا ما تعرف اسمه؟ ما نقدر نقوله حمد الحين بنسيلها رايحين فتح الخيري هذا الحين كرنيش مال اي صور كرنيش صور 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 الساحل ايوه زين ونحن بنسير عند فتح الخير ايوه زين والميالس الحين هاك هذا ميلس هذاك ميلس زين وهذاك ميلس زين شو سال حمد 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 ركز معي شو سالفه الميالس حمد؟ ان الميالس مال الحكومه لا لا المجالس الناس اللي هم اصحاب الخير يبنوهن هي يكون للعزي والمناسبات اه نعم الاعراس ما دارس بلاش 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 والله اي والله ما شاء الله بدون بدون مقابل اي نعم جزاهم الله خير زين هذا ميلس واحد هذا ميلس واحد اللي على اليسار هذا باننا الريال اللي نحن في بيته في مزرعته اي نعم هذا ها ميلس تعال وسوي مناسبك واظهر اي نعم العزيات نوبي غام العزيات والافراح ايوه وهذا الباركن بعد تبعهن هو مسوينه جزاه وهذا بعد ميله الثاني بعد هل الخير مسوينه الشيخ سالم الشيخ سالم فنه الشيخ سالم سعيد الفنه شيخ سالم سعيد الفنه مسوي هالميله بعدها في حب الله صح هي يعني صح نعم نعم زين هذا يعني اللي عنده عرس وهالمسيد هو باننا بارك الله فيك نحن في اي مكان الحين فتح الخير هذا مكان مركز فتح الخير إيه؟ والاخ خالد هو السلام عليكم السمي كيف حالك اخوي اخبارك كيف انت حياك الله نحن في وين هالموقع شو هذا مركز فتح الخير السفينه فتح الخير اي نعم هذه اخر سفينه من الاسطول الصوري نعم. اللي انبنت هنا في صور في عام 1951 نعم وسافرت عدة سنوات أكثر من 24 سنة في عمان هاي هي الحقيقية هي الحقيقية نعم هي ما شاء الله. وبعدين اشتروها حد من تجار الإمارات نعم. عائلة القروان نعم. بعدين تجار يمنيين اشتروه مرة ثانية نعم. وربطوا هالصورين هم استعيدوه عام 1993 وخلوه في هذا المكان وأعادوا لها صيانته مرة ثانية هي كانت متبهدلة شوي عادوا لصيانتها يعني وهي الحقيقة يعني حظنا بهالسفينة هذه لأن تعتبر سفينة نقلية الحين اللي انت
قدام حالي. اي نعم نعم. من ماشي من اصل كم؟ من اصل 370. من اصل 300 من هالنوع. من هالنوع نعم. من القنج. من القنج والباقي انواع المختلفه. إيه هاي قنجه. ايوه. من مقدمه اللي كانت موجوده هناك قدام. هذيك اللي تفرق عن باقي الباقي. دور حبيبي عدالها منك حق مبين حجم الحجم حجم اللنج هاي كم اكبر. ها شوف الله عليكم حجمها. شوف البني ادم تحت مصرونه سبحان الله بلاد من كبرها. هاي الاول في الطرف مبناي ومخدومة على الطريقه البدائيه مش يعني وقت التكنولوجيا والتطور. لكن شوف سبحان الله البحاره واللي ياشرون اللنجات في صور كيف قمه في كلفة المحامل الكبار ومسامير نوع الخشب نوع وايد. وهذا شوفوا اللي تشوفونه هذا يسمون الزالي بلهجة الامارات يسمون الزالي زولي زولي. ها والله شوف ها باورتين بعدها بالله باورة. شو الزولي او شو الزالي هي دورة المياه يعني ما يبالك. لا اي والله خالد الحين هاي شو من الخشب هذا اللنج شوعي عادي شوعي هذه الانواع الانواع مال السماك العاديه. كان بالنسبه اللي يهمنا هنا السفن يعني اللي كانت تروح اول اللي نسميهن عبره المحيطات. ايوه من هالنوع هذا كان موجود 300 سفينه. نعم. من مختلف الانواع جانا فصور في فتره متاخره جدا اللي هو البوم من شمال الخليج. نعم. لكن السفينه الصوريه بامتياز هي الغنجه. نعم. هل كان عنده غنجه في الخليج غير هالعمان؟ والله الغنجه او بالذات هالصور يعني طبعا هم اشتروه بعدين لكن باعداد قليله لكن اللي تميزوا بها اهل صور اكثر شيء اليمنيين اشتروا الغني من صور. صوريه نعم نعم وباقي من الامارات خذت منها اشترت نعم اشتروا منها. نعم. لكن في الفترات نعم هذه بالذات اللي اشتروها الجراونه هاي هي بالذات هي نعم. شو اسمها هذه؟ فتح الخير السفينه من الاساس اسمها من الاساس نعم فتح الخير من استوت الدنيا. اي نعم من استوت الدنيا من 1951 من وقت ما انوشرت. اي نعم. وهي اسمها كانت لسعيد القاسمي من حارة وتشيلة. نعم. من سكان هذا الحي حي. نعم. حي الرش. ايه. وهذا الحي والحي الثاني هو يعني نسميه احنا حي البحارة. نعم. وكانت السفن تصف هني في هذا الخور اللي قابلنك اللي موجود. نعم. قدامنا جنب الى جنب هذا الخور اللي قدامك الان هو سر صور الحقيقة. خالد الحين هذا خور ولا شو هذا؟ اي نعم هذا الخور خور صور مسافته تقريبا 5.4 كيلو متر من مدخل الخور عند راس الميل في العيقه الى ومخلي صور تقريبا شبه جزيره. سبحان الله. هذا الماي اللي تشوفه قدامك في حالتين المد والجزر. الحين في حاله المد ارتفاع الماء العالي وفي حاله الجزر يذهب تقريبا نسبة 90% من هذا الماء يروح كامل في اليوم مرتين. وفي آخر الشهر في القيض ولا الشتاء؟ لا يوميا طول السنة. أيوة. لكن في حالة كمية الانزياح كبيرة خارج الخور. وبالتالي استفادوا الأوليين منه ان يكون هذا المكان حوض جاف تتم فيه صيانة السفن. سبحان الله. فكان بالإضافة إلى الرياح الشمالية التي يكون هني ذراع عنها بعيد عن الرياح الشمالية الموجودة. كانت السفن تصف بهذا الشكل فتح الخير مصفوفة فيه حالها حال خواته يعني حال خواته. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذه من الساي خشبها ساي. خشبها ساي أصلي ولذلك يعني وتعتبر يعني نموذج تصميم مثالي بالنسبة ما لها قيمة هاي أصلاً لا تقدر بثمن. طبعاً لا تقدر بثمن. ومحظوظين إن حصلنا هذه السفينة بالذات الحمد لله لأن تصميمها تصميم مثالي يعني الحمد لله الحمد لله تستاهلوا. شكراً أخوي خالد جزاك الله خير سامحنا عادة الله يرحم والديك. شكراً بارك الله فيك. جسر العيجة هذا من الجسور الجديدة هذا تو حين خور البطح هذا يدخلك على العيجة. الأول هالجسر مش موجود هذا الأول من تحصر الماية عبرت العرب. شفت الجسر المقطع الأول بضبي ما شيء الأول يوم تحصر الماية عبرت اللوادم ما شيء الماية سجي ما حد يعبر. هذا نفس الشيء هذا نفس الطريق هذا ويه غرب الله تماك وين عافتين هناك عند البري سارين شنو بدهم العرب هاي لك هناك
شوف انت هي والله وقت السجي والثبر الناس تسير وتي دوار 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 ورجع ما زين هالمكان شو ما زين هالمكان ما زين هالدار لكن يا ابوك حار الوقت حار حر موت شو تبع شو ابراهيم اي خاف من الله لا اقول لكم كل شيء زين يا غير حر حر فقط حر الحروره الحروره اللي تنقهر يعني 47 48 ترى مساء سكت لي 43 نزلت الحراره وسكت خلاف لي 37 وردت انتهضت مره ثانيه وين يمين لو يسار يمين يمين بالله فريج يسمونه فريج نعمه تحدون خليج نعمه اللي في شرم الشيخ هذا خليج نعمه هذا فريج نعمه ومر على البحر حصى بحرهم هناك في شرم الشيخ حصريج يا غير هني بحرهم ابويه شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن التراب ودك تذره بعيونك ما تنسى لو تذره في عيونك ما انسته كلها ابوي الدنيا لنجات يينا حين الله يحفظكم من الصيادين اللي جايبين الحين السمكان يجيبون ابوي سمكهم ويفيجون في وين يفيجون ابوي في هالسوق سوق الجملة وهيلة بيس بيع تشرع أبوي اللي نجات في هالمكان واللي عنده أبوي صيد يتلي الزيفة ونادوا عليه باللي يوصل عطوا راعي اللجبيزاته وتوكل على الله المهم ساير الله يحفظكم خلصنا من الصيادين ونحن خاطفين خطفت على محل مكتوب عليه صاير شفت خناير وعصي وقفت هذا راعي ابوي المصنع سلام عليكم السلام يا اهلين وسهلين علمك وخبرك ورسمك ودكانك هذا وهاي الصياغه اللي عندك هاي الخدمه كلها من متى كل العلوم تعطينا اياها في خلال دقيقه هذه ترى صياغه متوارثه نعم من يدي ووالدي كلهم صاغه نعم صاغه ذهب ولا خناير خناير كلها خناير خناير اكثر شيء متخصصين عبد الله ولد مبارك بن عبد الله بن اسماعيل الفارسي الصايغه ما شاء الله ما شاء الله شو انواع الخناير اللي عندكم مسميات الصوري والسعيدي النزواني كلهن عندكم نعم تراوينا شيء اكيد اكيد هذه موجودات نبي شيء من القديم وشيء من الجديد القديم موجود هذا القديم وين القديم هذا القديم وهذا قلبي ايوه هذا الاولي هذا الاولي هذا خنير صوري نعم خنير صوري قديم نعم. كم عمر هالخنير هذا يمكن 150 سنه لا اله الا الله هذا يدي عامل نشتغل عليه سبحانك يا رب كيف تعرف ان صياغه يدك هذا نعرفه احنا في الصياغه في الدقه ايوه اكثر شيء يعني ايوه هاي صياغه يدك انت وصياغه كنت وين هذه صياغتي اللي جنبك شوف انت هاي صياغه كنت نعم. وهاي خدمتك انت وهاي خدمه يدك نعم ووالدي هذه هنا وين رامي خدمه ابوك لا هاي خدمة الوالد الوالد باجي لا متوفى الله يغفر له شوف انت ما شاء وهذا في ختم بعد شو الوالد ماشي لنا بغينا نايب لنا ما شاء الله تبارك الرحمن وهذا بعد الوالد الوالد مشتغلت وهذا بعد هاي خدمة الوالد نعم ما شاء الله تبارك الله ضو ذهب نعم هاي شو اسمها خنير عماني هذا اسمه خنير عماني المسميات عماني بس الفرق عماني اها اللي هو بدون النقوش الاساسيه مثل الصوري النزواني الباطني نعم اكيد هي تختلف النقوش في الصدر شوف انت والحجم سبحان الصوري يكون العم والنزواني اكبر الباطني اصغر بشويه ما شاء باطني راونا الباطني بالله عليك شو الانعم الانعم شو النعيم من هنا شو الصوري يا رح الله يا رح الله زاد هذا الصوري نعم زاد فنان طبعا زين بسم الله عليكم يا هالصور بسم الله عليكم يا هالصور بسم الله البعض ها شوف الباطني يحث شوي يحث حث شوي يحث يعني اكبر هي الباطني يحث ولا الصوري نعيم لا الباطني طيب زين احنا ما قلنا وراونا السعيدي عاد السعيدي هذا عن تحضك وصلت بسعيدي شغل يعني راونا يا سعيدي حجار كريم هذا السعيدي الحين السعيدي يتميز في هذا الراس ايوه التاج ماله هذا الراس بالضبط ايوه بس صادف انت وصولك هذا الحديث ابو محمد نعم الحديثه يعني
سبحان الله. هذا حجر قريب. هذا ما تصلح لي بالوطن. أكيد أكيد. متى استعمال حق المناسبات؟ هاي رخام ولا شو؟ لا حجر كريم. حجر كريم. طلب خاص هذا يعني. هذا كم يكلف سعره تقريبا؟ 1500. عماني. أنا. هذا هذا الباطني. سهل الباطني. أقول لك ها شوفه ها على حد حرش. لا. حرش حرش. حرش حرش شوية. هو شوف شكل حلزوني. إيه أقول لك أقول لك. والصوري أمواج. ها؟ والصوري بشكل أمواج. هي نعم قلت لك هاي قاعد خبرك من قبل. شو رأيك أنت إبراهيم؟ وعليه وهذا العصي كله خدمتكم انتم؟ كله كله ما شاء الله ما شاء الله. هذه ابوك هاي عصابه هذه هذه السعيديه وهذه هاي مزيون ها مزيون ناقه اي وهاي شو هذه عصا اي وتوليه باس سعيدي ايوه هاي كم سعرها هذه 300 30 عماني نعم هذا تقريبا 3000 خشب لوز؟ الأبانوز. شو الأبانوز؟ هذا أفريقي. أيوة. خشب أفريقي. مندوش وهذا مسامير فضة مقلية. الله. و300. 300 عماني. سلام. يعني تسلم. الله يسلمك. شكرا شكرا بارك الله فيك. شو اسمك أنت؟ ماني. ماني؟ الله. ماني. عاش. لوز. كم سنة في أنت موجود؟ 37 سنة. أيوة. ما شاء الله عليك ماني. نفر عماني نمبر ون. نمبر ون. حيل الحمد لله. كلنا نقول نمبر ون ما بلدي أبوه. كله نمبر ون. كلنا نقول نمبر ون العماني نمبر ون. 37 سنة. زادك أبوه. بابوتي مشانه بابا مشانه أولاد مشان. ما شاء الله ما شاء الله. 3 جنريشن. ما شاء الله. ها أبوي شيخ من رباه. هذا الكتاب عن الخنجر. جزاك الله خير. طال عمرك هديته مقبولة. جزاك الله خير. تأليف عمي. ما شاء الله تأليفك أنت؟ عمي. عمك عمك شو اسمه؟ محمد. محمد بن عبد الله. الفارسي. بن إسماعيل الفارسي. شكرا. جزاك الله كل خير. طال عمرك. سامحونا هناكم على غفلة لا هود ولا هذا. سامحوني. الله يرحم والديك. أنا ما بدي. مشكورين أبوي. أنا موجود في حفيز. موجود في حفيز الله يحفظكم في سوق صور الجديم. سوق صور الجديم اسمه اسم الدكان شو اسمه اسمه ودهيرة. هذا ابوي الرجال. كيف حالك؟ كيف انت؟ كل زين الحمد لله. رقم واحد. رقم واحد. حياك الله. كم سنه داخل عمان؟ انا داخل عمان 1947. 47 ايوه تقريبا ما شاء الله. هو تقريبا 70 سنة الآن. 70 سنة. 70 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. 70 سنة كله داخل أمان. إيه. شو عندكم؟ عندنا مالتيا بريسم. كله بريسم. بريسم. عندنا درياي عندنا هرغاني. إيه. عندنا عين بقرة. إيه. عندنا كف السبع. كف السبع. أيوة. كف السبع عندكم. كف السبع عندنا. إيه. وعندنا درياي أول نمبر وهرغاني بومشات بوشوهات هذا كله مال أول. هذين بيه من 70 سنة. اسمي يعني برشتم ودهيرة. اسمك برشتم ودهيرة. ودهيرة. أيوة. من 70 سنة. من 70 سنة داخل صور. داخل صور. سيم دكان. في نفس الدكان هذا. سيم نفس الدكان هذا. وهاي صور قديمة. صور قديمة عندنا. هاي منو هذا؟ الشيخ محمد ناصر الأشاح. هي وهذا؟ هذا أخو مال برشتم. هي هذا هاي شيخ مالكم؟ هذا الشيخ في الوسط. هذا الشيخ. انزين وهذا هذا اخو مليان وهذا هذا قصد مروه. ما شاء الله ما شاء الله. وهاي شغلكم بس تبيعون؟ ايوه. مزري هذاك شيخ مبارك جمع بوان. والله والنعم والنعم. وهذه مني شوف الشيخ ناصر محمد الله شاف مني صاحب. هذه مني صاحب الشيخ ناصر محمد الله شاف الحشار. ايوه الحشار. ايوه والله والنعم. هي الشيخ الاول. هذا الشيوخ اولين هلا عندهم جايين الله شيوخني كلهم. برشتم حبيبي. الحين هالخلاق اللي يستعملون في صور. ايوه. هاي هالخلاق شو؟ هذا جزراتي همر. جزراتي. همر ايوه. وهذا؟ هذا ارقاني. ارقاني مشكل ملون. وهذا؟ هذا بوشواهد. بوشواهد. بوشواهد اسود. اسود. ويجي بعد ويجي حمر؟ ايوه ويجي حمر. ايه. خضر في كل نمونه يجي هذه النمونات. شوف انت. هذا كله بريسم مال اول. ايه. ايوه هذا كله يلبس من 100 سنة داخل صور. سبحان الله سبحان الله. من 100 سنة
موجود. وشيء سباعية عندكم؟ في سباعية عندنا مال بريسم. رابني سباعية مال بريسم. هذه هاي حي سواعية بريسم لو قطن هذه؟ دوسرا بيك لو بريسم ولا هاي قطن ها؟ ولا دوسرا بريسم كا. والحضية هاي ما تبع شو الحضية هاي؟ يعني شو بدك تسوي؟ أيوة. ما سمعت توبه يوم يقول ليس حمر طالب حضية، هذا الليس حمر وهذه الحضية. آه يوم يقول ليس حمر طالب حضية، هذا الليس وهذه الحضية وهذا ليس. هاي هاي سباعية. آه هاي السباعية. هذي يلبسوها الصلالة أكثر. هاي حر صلالة يلبسونه. ولا يخدموا مال صور داخل صور يخدموا داخل صور. الخلق روحه. أيوة خلق رأي يخدمني. سبحان صور. الله. ما في من برا. هذا غزل أبوي هالصور. هذي بريسم. بريسم خدمة آه. رواعي صور يخدمنه. هذي يخدمون في القارية. هي. عندهم قارية ومانين. هي ما شاء الله. ومانين يخدموا كل. هالعمان خدمة كل هالعمان. ما شاء الله عليكم يا هالعمان. تقريبا 150 ريال أبا واحد. ما شاء الله. 150 يعني تقريبا 1500 درهم. الشيلة هاي يسمونها سباعية. سباعية خدمة ملصور. خدمة هالصور. بريسم ها؟ بريسم صافي. ما شاء الله. ما تمغر ما تخب وقت الغسيل ما يسوي صب؟ ما يخوز. كلر ماله ما يخوز. ما يخوز ها؟ كلها خدماني. ما شاء الله بارك الله. بعدين هذه ما يحصل عقب زمان يخدموها هالسل هبة وايد. والله. شهر شهرين بس. ما يحصل لأن تدور أنت 10 هبات ما تحصل. غير تدور هبة وايد بعد شهرين تحصل. لا شوف لا انت ايوه ما يصير اول خدموا اوادم كلهم رواو ماتوا ماتوا مساكين الله يرحمهم اللي خدموا اولين الله هذا شادر ايوه هذا نوب خدمه هني داخل صور زين شادر حق رقاد يعني هاي تحط لنا على تشوف مال زار مال زار مال زار هذا كله خدمه مال زار زروا على مصرتك انت زار وين زار وين الزار الحين هذول الحفان الزار يا رجال هذي كل خدمة هني. ها ما زار صدق؟ أيوة ما زار. هذي خدمة. ما زيارين؟ هذي أيوة. دي لبس. مالصور مالصور. مالصور مال جني جني. لا لا ما في جني لا. ما في جني ما في. يعني خدمة مال هني داخل صور. هي. داخل صور هذي هذي بريسم. هذي لبسوا في العروس عروسات. أيام العراس يعني. عروسات يلبسوا. يوم حفلات في. هي نعم. يلبسوا ولا. ما شاء الله تبارك الرحمن عرس بثنين نبس السرية الزي هذا كله حق العراس يعني هذا شو حينه هذا توب وقف بسيلة يلا خليك كامل كامل افتحه أيوة. هذا ثياب رواعي صورة والخلقة هاي شو بكفاس القطن قطن ايوه قطن يسمونه شبكه نحن نسميه تور قريب من التور قريب من التور ايوه هاي خدمه ماكينه ها كم سعر هذا تقريبا 35 تقريبا 350 درهم المهم انه محل ابوي اثري محل ابوي اثري عمره 70 سنه ما يبيع الا كل شيء قديم داثر من كل الدنيا العود كلها اشياء قديمه شغل يد هي كل شغل يد هذا ايوه تقريبا 450 درهم هاي شغله هذه خدمه الهرم عمانيين هاي خدمه من الحري العماني جاه الهرم عمانيين خدمة رواعي صور كلها خدمة ايده تبارك الرحمن يما اقولكم لازم ابوي هاي مدام الكندوره تيجي ساده لكن لازم يدها بهالنمونه نفس على تكاليف السروال هاي البادله الله يعزك ها هذه جداشه هي وهذه بشتا سروال سروال هي السروال هاي البسطه اسمها شوف اسمها ارقاني وهذا شو مزراتي شكرا ابوي الله يخليك ان شاء الله الله يطول بعمرك السلام عليكم الدنيا كلها تشوفك زين مشكور مشكور وبارك الله فيك والله يطول بعمرك انت لو ما انت ها شكرا الله يرحم والديك انت لو ما بانسان زين ما عمرت هالسنين كلها عندهم اي والله
شكرا طال عمرك الله يخليك يطرح البركه ان شاء الله. ابوي دكانهم يبيعون الشالات والبريسم والمزره وابو قليم وابو قفص وابو زهره ابو ورد وابو كازو وابو كلها الاجناس دمعه فريد وصالحني وابو تيل وابو نير كل عندها كل ما الاول اطبدي المزره المخلبص كله 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 عندهم كل موجود عنده حتى الفدور الاولي ها كل موجود عنده. شكرا طال عمرك. عليكم السلام الله يحفظك. تمشياتنا هذه كلها في سوق صور القديم وهاي اللي تشوفون الحين اللي يخدمونها الحين كل السوق هذه يتجدد جميع الاشياء كل السوق هالنمون سووه ها لكن بعده ما ذهب شيء ذهب وشيء بعده. سلام كيف حالك؟ هذا ابوي مزرعه ناصر بن خميس الغيلاني وهذا ترتيبها. يا ربي يا ربي على حوض الصباح هاي الجلسة ها. وهناك بيستوي الطرب وهناك بيستوي النيز وهناك بيستوي البغي وهذاك خلي بنرقد فيه هاك بين واجفين سيارتنا ويبيع الاسبل مسويين ويبيع الدنيا والحيضان والطيور يعني مسويين استراحة لهم في منتهى الروعة مليون مكان للقعدة. وهناك شيء حوض مغلق وحوض طلق وحوض ما ادري ايش قايل مسلي عمره الرجال مسلي عمره عايش ابوي حياه فنانه في خيره شره في مكان سند وبند وعلم وخبر وساير وياي وميالس وضيافه وكرم ومكرم الضيف وباني الخير ومسوي المسايد ومسوي الميالس ومسوي الدنيا للساير والياي مسوي صالات الافراح وصالات العزيات وعايش زاد الله بارك زاد الله ابوك بارك لنا في رزق وحلال ودنيا وعلم وخمر الله يبارك له ان شاء الله. يعني هذا ما بترتيب هالكثر في كل مكان في كل مكان تروح تجلس وتسوي ابوك يلس وتلبس السوالف يجيك الصاحب والصديق والاخو وابن العم والخاله والعمه شو بقول لكم كل شيء وصل المزرعه هذه مزرعه خميس بن سليم الغيلاني شيخ من الشيوخ الغيلانية خلف عيال هذا واحد منه ناصر بن خميس الغيلاني بن سليم انزين الولد الحين هذا الله يحفظكم خذ المزرعة هاي وعدل وزين وسوى ترتيب كله. أصل المزرعة منصة للتجار من شرق وغرب أيون من التجار من دبي من بوظبي من راس الخيمة من إيمان من قيوان كلهم أبوي أيون يتجمعون عند اللبو مسوونها كمضيف إلهم فيون من التجار حق تجارتهم في السنين الأولية هطري لكم المزرعة قبل ما يتوفى حياة أبوه يبسمها أو صبخت غدت خور خريج غدا بحر ماها فشو سووا خذوا مزرعة فيها ماء تبعد 5 كيلومتر عن الأرض هاي وشلكم انتو وردوا الهبيب من المزرعة هاي يشلين هذه تخليدا لذكرى أبوهم والكرم اللي كان فيه فلذلك ما هانت عليهم تنهير المزرعة وينسونها فوردوا الهبيب ما حلو من المزرعة ما أخذ بهاش الحكي يبعد 5 كيلومتر كان حد في حيل وقوة يورد بيب ما حلو 5 كيلومتر تحت الأرض لين المزرعة هاي وحين هالمياه اللي فيها كلها بوية من فضل الله فضل هاي المزرعة اللي تبعد 5 كيلومتر شوفوا مقواهم ما أقول عنهم شيء. أقولكم في شهر 7 شهر لبي هذا شيء عندنا سيرة مصر بتكون يوم تاريخ 8 و9 و10 و11 و12 بني بتكون سيرتنا 3 بنيس 4 والخميس والجمعة والسبت برد ما بالقاهرة منطقة تبعد عن القاهرة 2 ساعة منطقة بحرية درجة الحرارة فيها بين 25 و27 عز الظهر يوم الطير ما يطير القايلة هذه درجة حرارته مكان ما يخطر على بال حد لا صار قبل مكان ولا بيصير بعد مكان ولا في الدنيا العودة صارت مثلها بقعة مكان جميل ياخذ العقل إن شاء الله مفاجأة تكون سيرة موفقة وسيرة جميلة وسيرة مرتبة إن شاء الله
الأعضاء الرحلة بيكون أول بادي عايض البريكي بمبارك من عمان، وإبراهيم توفيج الظاهري اللي هو إبراهيم بعد منه زين، وأنا والمهندس منهل مدير أعمالي. بتكون سيرة جميلة، مكان جميل، مكان مميز، مكان كانت الأول تصيف فيه سيدة الغناء العربي أم كلثوم، كان ملتقى أنظار من جميع أنحاء العالميون الموقع هذا، غير حاليا اندثر مدة 35 سنة، الحين ردوا حياء هاك المكان. نحن بنسير بنرويكم هذاك الموقع اللي ماشي شرات مكان في الدنيا العودة إن شاء الله. لكم عين تنظر وبتقولون قال أبو محمد كما تكود براها. الحين جايين في ظهر من داخل الغرفة من داخل السكن، الحين هاي عندهم جايبين تبع الفنون الشعبية، فنون روحهم مالهم روحهم. هذا فن شو والله هذا الحين بيسوون فن فنونهم يسمونه بوزلف، الفن هذا اسمه فن بوزلف، وعقبه بيسوون شو بن عبادي، عقب الفن هذا بيسوون فن يسمونه بن عبادي. Yeah.
سميت وبسلم داني دنا سميت وبسلم على يا هلا بالضيف مرحبا به دنا متجمعين متجمعين كلهم هلا يا هلا بالضيف مرحبا هذا الفن يسمونه فن ام بم فن شو ام بم يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان
ناصر كريم يا شدا في صور أنا الله يا عين يا دان يا دان اللدان يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان الدنيا مرحبا بضيوف اللي وصلوا يا دانا 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 د
الفن اللي توه أدت الفرقة هذه فن اسمه فن بن عبادي، ويعتبر من أرقى وأصعب الفنون في ولاية صور. فن بن عبادي شوف، والرقص على الفن هذا فقط محصر على فئة معينة من النساء. الفن هذا بالذات محصور في الرقص ماله على اللي أدنه فئة معينة من نساء علية القوم، مش من سائر العرب ولا من سائر الناس ولا من الناس العادية. هذا في أصل الفن، أصل الفن هذا الرقص الليلة. ووقت رقص وأداء طقوس الفن هذا كان لين ويوم وقت لعبهن، اللي هو مش رقص يعني اللعب اللي لعبنا على الفن هذا، يكون بكامل حشمة متغطيات ما يبين منهن أدنات الدون، لألا يعرفن حسب ما ينعرفن منو هن هايل، منو من العرب. هذا اللي يميز الفن هذا. تحت سهرتهم ها وتوفيق، شو رايك؟ شيء بجنن. بجنن قول لي. ايوه بجنن، حلو وجزاهم الله الخير. ايه فن جميل. اي أيوة والله وافيين من راسهم لين رجلهم. شيء جميل. المهم تستانس. وايد مستانس. ايش مشكلة؟ نعم. ان شاء الله. اما ربي بالعشاء وحطوا عشاهم. بو فيه. كله خدمتهم روحهم، خدمة بيتهم. كله خدمة بيتهم، اهلهم روحهم. دوم ابوي كل من يو يسوونه عشاء يسوونه، يكون كله ترتيبهم روحهم، بناتهم وعيالهم وحريمهم، كله ترتيب العائله روحها. هل تشوفون تويسات صغار، تشوف ريعات تتحرهم مراوي، كلهم في منتهى الروعه ما شاء الله عليه. ناس ذويقه ما خلوا شيء ما مسوينه. ها تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله تبارك. ها ناهيك على اللي هناك، ها كلهم الزرع في الطاولات ما قصروا، كل البياض.